متربعين في قلب الأهلوية وفي قلب الجمهور المصري، إنه الكبير عبد الله السعيد. هيخرج صالح بمعة، نفس الجينات ونفس النوعية بتاعة اللعيبة الموهوبين. الأهلي أبدا سلالته ما توقفش بالنسبة للعيبة الموهوبين. ما زلت أقول أحمد الشيخ عاوزين نتفرج عليه النهاردة، عاوزين نسمي أحمد روما، عاوزين نسمي وليد سليمان أحمد روما، واحد منهم ياخذ اللقب أحمد روما ويفضل اللقب معاه على طول. جون أنتوي يسجل هدف، شريف إكرامي دخل في مرمى هدفين، إنما وحش من الوحوش بتوع المباراة النهاردة شريف إكرامي. وحش من وحوش المباراة النهاردة شريف إكرامي. ترجع الكرة موجودة على طول في نص ملعب، النهاردة موجود معانا مارادونا بينور وبيشرف المباراة، موجود أيضا يشاهد المباراة السيد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة صدى البلد، سعداء جدا بصدى البلد وبوجودهم كلهم موجودين معانا في دولة الإمارات وبأي قناة عربية تلفزيونية مصرية. سيد إلهام أبو فتوح رئيس القناة وعمرو الخياط مدير البرامج ومحمد الفقي نائب مدير البرامج، مجموعة من الأسماء الحقيقة ايضا مستمتعه ومتمتعه وبتبعت 100 قبله و100 رساله شكر بالنسبه لدوله الامارات العربيه المتحده